شي دومين نزيد منه الدخل مع العلم عندي اللغه الانجليزيه ديال الاي بي تي في اختي هبه بيبا كبيبه اي بي تي في اي بي تي في اي بي تي في اي بي تي في اما كان اي بي تي في اللي سولني شي دخل شي طريقه بسيطه كاين غير الاي بي تي في حيت اخويا او اختي هذا الدومين هذا اللهم بارك الارقام التي يحققها الاخوان والاخوات اخوات ما عنديش للاسف ما عرفتش علاش ما عرفتش علاش للاسف للاسف البنات ما عنديش بنات بزاف في الاي بي تي في وحتى البنات اللي عندي ما عرفتش علاش البنات ما والو زيرو ما دارو حتى شي حاجه ما عرفتش علاش باركونت عندي الدراري اللهم بارك كاينه 8 كا في الشهر كاينه 10 كا في الشهر كاينه 13 كا في الشهر والبنات والو درهم ما كاين للاسف ما عرفتش علاش شنو النصيحه اللي تقدم للشخص اللي بغى يبدا التجاره الالكترونيه اختي مجده اللي بغى يبدا التجاره الالكترونيه النصيحه اللي نعطيه هو اولا انه يكون انسان معقول مع الكليون ماشي بالضروري من الاول تبغي دير الفلوس بزاف ندير الفلوس غير شويه ولكن نكسب الثقه ديال العملاء ديالي لان العملاء هما راس المال اذا النصيحه الاولى اللي ديري في بالك اختي مجده انه راس مالك الحقيقي ماشي هما الفلوس وانما داك لي كليون الا ما كنتش غادي ندير كليان ما عندي ما ندير بهذا البيزنس وهذه هي علاش حنا كنقول للاخوان والاخوات سيروا ديروا الاي بي تي في لان الاي بي تي في تدير به كليان يعني الا بعتي ليه اليوم عطيتيه سيرفيس زوين المره الجايه غادي يعاود العام الجاي غادي تسجل ويقدر يجيب لك كليان اخر اذا كذلك اختي مجده في التجاره في الفيزيكال الا واحد عطيتيه واحد البرودوي اللي زوين وهذاك البرودوي يخدم به وعجبو غيعطيه غيجيب لك ناس اخرين متفقين اختي مجده في الاول ما تفكريش في الربح اكثر ما انك تفكري في ليكسبيريونس اللي غادي تاخدي في هذاك المجال وكذلك في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في ليكسبيريونس اللي غتاخديها في هذاك المجال وديك يعني القاعده اللي غادي ديك لا باز ديك ليون اللي غادي تبني واخا تخسري ماشي مشكل المهم هو انني ناخذ واحد ليكسبيريونس زوينه وانني نبني واحد القاعده ديال لي كلاينت واخا تكون على حسابي الشخصي ماشي مشكل كذلك خاصك تعرفي اختي ان التجاره الالكترونيه نصيحه اخرى ان التجاره الالكترونيه تقصد بالالكترونيه ماشي هي السر ديال باج فيسبوك وتبيع وهذاك الشيء ماشي هو السر الحقيقي اختي هو انه واش نبني العلاقات الانسانيه ديالي مع التجار يعني التجار اللي كنتعامل معهم تكون عندي معهم علاقات انسانيه تكون عندي الكلمه في السوق نكون تنعرف ندير التجاره قبل ما نديرها الكترونيه خويا امين كنتي قلتي ليا باللي السيت ديالي ثقيل ودابا بدلت السيرفر واش تقدر تشوف يا خويا نشوفوا دابا راه ماشي انا اللي خصني نقول لك راه خصك تدخلوا للبيج سبيد تيست تدخلوا للسيت بيج سبيد تيست ديال جوجل راه تعطيكم المشكل فين عندكم على السيت ويب ديالكم ثقيل دخلوا لهذا السيت هذا راه سبق ليا واش راح تحطوا في لي لايف وغادي نعاودوا ندخلوا دابا الاي بي تي في واير دات كوم ونشوفوا السيت ديال الاخ اللي تا هو ان شاء الله بغيت يسر الامور في الاي بي تي في دابا مزيان هذا مناضي السي صالح ناضي دابا السيت ديالك ناضي دابا السيت ديالك خفيف اذا نشوفوا السيت ويب ديال الاخ هاد المراجعات ديال الاي بي تي في راه تنفعوا بزاف الاخوان اللي تيكونوا تصايبوا لي سيت لهذا نحرص على اننا نبينوا لي سيت الاي بي تي في باش ملي نعطيو النصيحه ان شاء الله تكون نصيحه للجميع اذا اول حاجه الاخوان بالنسبه للبرايس ليست بالنسبه للبرايس ليست اذا انت بغيتي تبيع ب 60 دولار كاين اللي تبيع ب 50 دولار واش هاد الاخوان نتوما ملي كتحددوا هاد الثمن واش كديروا دراسه ديال الثمن ولا غاتشيروا في الثمن واش غير كتشير ولا كدير دراسه اسمعني اخي اختي اللي بغى يبدا الاي بي تي في بغيتي تبيع ب 50 59 دولار 35 دولار 20 دولار كاينين شي بلدان تبيع ب 70 اورو باش نكونوا متفقين ولكن دائما ملي كنبغي نستهدف واحد البلاد يعني ملي كنبغي نتارغيتي واحد البلاد بالاعلان ديالي خاصني نشوف المتوسط الدخل في هذيك البلاد راه كاينين بلاد اللي هما اوروبيين وكاينين بلاد اللي هما المهم البلاد البلدان اللي اجنبيين راه فيهم البيع فيهم البيع ولكن المتوسط الدخل قليل 500 اورو كتلقى المتوسط ديال راه تبيع اذا هذيك البلاد اللي ب 500 اورو ما يمكنش تبيع لهم ب 59 دولار ولا ب 50 اورو يعني راه غادي تمشي في واحد 30 اورو تقدر تبيع ب 30 اورو يعني ديما شوف فين البلاد اللي بغيت نبيع فيها جوجل مان مول سير جوجل ياك جوجل جوجل جوجل
جوجل جوجل جوجل اوكي لا علاش كنبقيت تنقول جوجل خفت لا تكون شي حاجه عندي هنايا وما خصش تبان. المهم قلت لكم الاخوان هو 30 اورو يعني 30 اورو كاين يعني ما تبقاش تشيروا في هذه الاثمنه غير هكاك. دير واحد الدراسه ثانيا الله يرضي عليك حاول تشري السيرفر بثمن مزيان، حاول تاكد ان السيرفر اللي غادي تشري ديال الاي بي تي في تكون شاريه من عند جمال ديريكت لمول السيرفر. با 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 هذه واحد النقطه. انا نرجع للسيت ويب ديال هذه النقطه خصكم تعرفوها ملي تبغي تشري اخويا السيرفر داك الجمال اللي غادي تشري من عنده بعض المرات اش يوقع. السلام عليكم خويا. عليكم السلام خويا. واش عندك سيرفر؟ اييه خويا عندي سيرفر. عندك هذا السيرفر؟ اما كتسول على سيرفر بعينه اولا كتسول على السيرفر اللي كيخدم في هذيك البلاد. تاكد هذاك اللي غادي تشري من عنده بعض المرات اش يوقع. انت كتكون شاري من عند واحد وهذاك الواحد اللي جمال اللي شاري انت من عنده حتى هو شاري من عند واحد وهذاك حتى هو شاري من عند واحد وهذاك شاري من عند الجمال. اذا اش كيوقع؟ اولا الثمن باش كتشري كيكون طالع. المشكله ماشي غير الثمن، هو المشكله انه حتى السيبورت يكون عيان. علاش؟ حيت اخويا انت ملي تيجي الكليان كيجي ريكلامي لك مثلا السيرفر ما خدامش اولا واحد القناه ما خداماش، انت كتمشي تريكلامي على هذاك، هذاك خصو يريكلامي على هذاك وهذاك خصو يريكلامي على هذاك. ايوا بقيتي تما. داكشي علاش دائما منين بغيت نتقدم من عند شي واحد نتاكد ان السيد اللي غنتقدم من عنده يكون على الاقل قريب لمول السيرفر، قريب للشركه او لا قريب لمول السيرفر، باش هكا يكون عندي واحد السيبور اللي هو زوين وزوين بزاف. الوغ نعاودو نرجعو، هذا بالنسبه للاثمنه ديال الاخ. الوغ بالنسبه للسيت ويب، شوف بيع ليا، انا محتاجك تبيع ليا، انا محتاجك تقنعني. انا محتاجك تقنعني، انا محتاجك تقنعني، فما محتاجك تقنعني، خاصك تبين. حاول انك تبين لي اخر الافلام اللي عندك في هذاك السيرفر، شي سلايد كتبين لي اخر الافلام اللي كاينين، القنوات خصوصا انك تي غتستهدف واحد البلاد وعرفتي هذوك البلاد كيتفرجوا في واحد القنوات اللي هما بيون، نحاول نحطهم هنا حتى هما تيسلايديو، نحاول نبيع. هاد لي طومبليت اخويا حنا راه ما كنديروش الرسوم المتحركه، هادشي ما غنقولكش ما غيبيعش ليك، انا تنهضر لك على ليكسبيريونس مزيانه، كنهضر لك على كيفاش تزيد المبيعات، كنهضر لك على كيفاش تكون عندك بدايه جيده. انا ماشي تنقول لك هاد السيت ما غيبيعش، ولكن اخويا حنا راه ما دايرينش قناه الصغيره، القناة الصغيرة ما دايرينهاش. بدا تكون تتبيع بابا الفيل ثني جميل، بابا الفيل ثني جميل، عالم الأطفال عالم جميل، عالم الأطفال عالم جميل. أخويا ندير أخويا شوف أدير الفيلم الآخرين، أما كنت هو من جيبك حط لي الفيلم الآخر الشاروخان، دير لي سلايد تكون زوينة، دير لي قنوات تكون زوينة، بيع لي بيع لي بيع لي، قنعني نشري من عندك أنت وما نشريش من عند واحد آخر، قنعني نشري من عندك انت ونشريش من عند واحد اخر. هاد خونا هذا راه تشر، هذا راه فين ما مشيتي تلقى هاد خونا هز باب كورن، هذا تشر عندك، هذا واحد زميحه. ها هو هذاك الزميحه غنوريه لكم، هذاك الزميحه بلاتي هاد خونا الله يحبكم، هاد الزميحه هذا بعدو عليا، هذا راه تخبط بهذا، هاد الزميحه حيدو، هذا لا هذا لا هذا اوهو، هاد المكسور له الاوهو اللوبيا اوهو، عندك هاد اللوبيا هذا وعندك هذا بطبيعه الحال اللي انت خدام به. راه كاين ناس يبيعوا بهذا الطامبليت، انا ما قلتش، انا قلت لك زعما كيفاش تخدم هذا، عندك هذا وعندك هاد الزميحه، نبعدوا على هاد الصور اللي شويه مسكين شو كيدير هذا دابا ربي، هذا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الوغ سينو راه السيت ديالك خفيف مزيان، راك حسنتيه تبارك الله عليك، غير هو انا كيما قلت لك بيع ليا، بيع ليا السيت ويب ديالك، بيع ليا بيع ليا في السيت ويب ديالك. ندوزو سؤال اخر. السلام عليكم، بغيت نخدم الاي بي تي في ولكن ما عرفتش كيفاش نستقبل المبيعات من غير باي بال. خويا باي بال ديما الا بقيتي خدام باي بال غتكون مليميتي اخويا محمد، لاكارت بونكير كتزيد المبيعات، كتزيد المبيعات. ما نقدرش نجاوبك اخويا على هذا السؤال ان بابليك، انصحك انك تاخذ كونسلتين وهذا اسهل ما يمكن ان تفعله. خويا امين الله يحفظك، قول لي افضل هوست يكون خفيف نخدم به سيت اي بي تي في. خويا كاينه هوستينغر مزيانه، كاينه واحد الشركه مغربيه ديال واحد الدري صاحبي تيدير اثمنه زوينين صراحه، انا هذا اشهار فابور لي اشهار مجاني. الوغ سميتها هوست ويب، هاي هوست ويب، انت راه داير العام داير لي 175 درهم شتي 175. هاد السيرفرات راه في المغرب، كاينين سيرفرات ديالو في المغرب، سيرفرات في المغرب. الوغ كاين الكوبيرات ديال الصوره خويا ميميسا. خويا امين عندي ستور اش بان لك، واش خاصو باقي شي حاجه؟ هي دابا نشوفو تروكيز دوت نت، تكتفون بدور المشاهد.
واخا اولترا كيز دوت نت. اوكي ليتس جو. احنا دخلنا داخلين السيت ويب ديالك اخويا, حنا داخلين السيت ويب ديالك. خدا واحد شويه الوقت باش ندخلو اخاي. السيت راه عندك شويه ثقيل. اوكي السيت عندك شويه ثقيل. اوكي السيت عندك خاوي. السيت ثقيل خاوي خاوي خاوي. السيت خويا السيت عندك خاوي 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 خاوي. باي انستغرام فولورز هاي سيرفيس. شوف الا كنتي غادي تخدم على على هاد لاباج كالاندين بيج, يعني هي اللي علاش غادير الاشهار, ما عندناش مشكل. سمعتي ما عندناش مشكل انك تخدم على, كنتي غتخدم على الاشهار على السيت لانك عندك بزاف ديال البرودوي, عندنا مشكل لان السيت عندك خاوي وثقيل اصاحبي, ثقيل السيت ديالك ثقيل. متفقين؟ الا كنتي غتخدم عليه هكا كالاندين بيج هكا ما عندناش مشكل. تعاد تخدم عليه كاسيت اخويا راه ثقيل بزاف, خاصك مازال شويه الخدمه عليه. لا من ناحيه لا من ناحيه الديزاين لا حيت لي زارتيكل عندك شي, فهمتي اربعه لي زارتيكل مصاوب عليهم سيت. انا شويه الا كان عندك اربعه لي زارتيكل مصاوب عليهم سيت, لا ماشي دارتيكل خدم عليها لاندين بيج ديالها وصافي. صاوب لاندين بيج احسن لك من انك دير سيت. متفقين؟ زيد اخويا صافي هذيك صافي هذيك. ما عندكش انت اخويا في الديجيتال ريتورن, انت عندك اخويا غير ريفاند باليسي ريتورن اخويا اصحاب الفيزيكال. الله ما يسير. صافي السلام عليكم. هادشي اللي كاين خويا امين. ممكن تشوف هاد السيت هي اي بي تي في نايس دوت ستور. اي بي تي في نايس دوت ستور. اوكي نشوفو 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 الستور ديال هاد الاخ دوت ستور. اوش خويا السيت ديالك راه ما طالعش. ها انت طالع شو كي طالع السيت طالع الاندكس اوف. لا خويا شادي لا 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 ما خدامش. خاصو يطلع لك في اندكس. انت مشيتي انستاليتي الوورد بريس وانستاليتي على هذيك سلاش تما فين شقيتيها ديرو في الاندكس اخويا دير. ها هو شتي اش قلت لكم هاد خونا فين ما مشيتي تلقاه, وفين ما مشيتي تلقاه. واخا ماشي مشكل. 10 دولار 49 دولار شي بحال هاد الاخ. شي هذاك النصيحه اللي عطات داك الاخ هذا دير لي هاد اللعيبات هادو دير لي داكشي تيسكرولي. المهم راه الفكره بحال هكا بحال كي داير هاد الاخ هذا. اور هابي كلاينت الكذوب اخويا. جريت سيرفيس فيري جود ايميج كواليتي وي كان فولو يور سبورت. واش شي الفيلمات اللي داير خونا بحال هكا بحال هاد الكونسيبت. ايه هو دابا دابا انت اخويا مزيان الفكره خدمتي عليها, غير هو الديزاين شويه راه ماشي هو هذاك الديزاين باقي خصك تخدم عليه. زوقت به زوقت به. ها انت وخدام حتى على ار سيبورت سيرفر مزيان. اذا السيت ديالنا ديال الاي بي تي في خاص يكون فيه هاد اللعيبات, يكون قنوات شجعني بيع ليا قنعني باش نشري من عندك نشوف الفيدمات. دابا تصور متى تكون ديالي فيلمات الاخرين هنا تيقول وات ذا فاك هادو راه عندهم اخر الافلام. هادشي راه باقي في السينما وهاد الناس عندهم, ولكن راه يكون عندك في الفي او دي. الحاج ما تكذبش على عباد الله, تكذب على عباد الله غيشري من عندك غيمشي يطلب ريفاند ولا شي حاجه غيتسدلك الميثود دو بيمون او لا ما باقيش غادي تقدم من عندك. لا اخر الافلام يكونوا في سويد. داكشي علاش ملي تنبغيو نشريو السيرفر كنسولو على الفي او دي وكنسولو واش الفي او دي كدير ليه ميزاجور كل شهر واش كيتحطوا فيه اخر الافلام, حيت هذاك هو هذاك الشيء باش كنبيعو يعني الفيلمات الاخرين. فهمتيني يعني نحافظوا. اذا الاخر دار هذه الفكره مشاف هذه النقطه هذه زوينه, ولكن انت هذا الشيء راه ما تنديروهش لتحت, راه هذا الشيء تنديروه لفوق حنا. من انت درتيه لتحت راه هذا الشيء خصو يكون هنا, القنوات خصهم يكونوا هنا ماشي دير هذا الشيء لتحت. راه خصك تحط هذاك الشيء تما شجعني شعل فيا العافيه خليني باغي نشري وعاد جي لتحت ونقول لك هانا المعلم. طافقين وما ديرش بوبولار 6 مونت. بوبولار راه كدير في 12 مونت. انت دير 6 مونت دير 12 مونت. ايوا هادشي اللي كاين. اور تيم هي نشوفوا اور تيم. جون فوي سي او لوريم ابسم. هادي راه لوريم ابسم اخويا راه غا ديال جينيراتور دو تكست. حيد حيد هاد الاس اي او اور تيم ميمبر. حيد حيد هادشي راه باينه نصبه هادي. حيد حيد
مايك ميكي اي مارك ميكي جون فوي اي يا 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 فلان هاي الحيد هادشي هادشي عبادك انا هاي حيد هادشي هادشي حيد وما عندك ما دير به هادشي اللي كاين اخويا هادشي اللي كاين ويا الله الاخوان تبارك الله عليكم نخليكم هاد الساعه هادي تاع ان شاء الله نشوفكم غدا ان شاء الله في لايف قادم باذن الله لذلكم الحين دمتم في امان الله والى اللقاء السلام عليكم